بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد المرسلين نبينا محمد ابن عبد الله النبي الأمين. أما بعد يا أحباب، مع استراتيجية حل المشكلات. حل المشكلات 5 خطوات. أول شيء أول خطوة الشعور بالمشكلة، ثم تحديد المشكلة، ثم ثم حل المشكلة، ثم تطبيق الحل على المشكلات. متى شعرنا بالمشكلة؟ متى شعرنا بالمشكلة؟ عندما كسر الزجاج. عندما كسر خالد الزجاج، ما المشكلة؟ المشكلة أن خالد كسر الزجاج. طيب ممتاز، ما سبب المشكلة؟ ما سبب المشكلة؟ ممتاز، فكر ايه السبب الذي جعل الزجاج ينكسر؟ الكرة. السبب هو الكرة، خالد رمى الكرة عاليا. اقفل الباب خلفك يا سالم. طيب كيف تم الحل؟ علي صوتك. عندما قال الصدق. من الذي قال الصدق؟ طيب ماذا فعل صاحب المنزل؟ سامحه. لو حدثت لك مثل هذه المشكلة يا إبراهيم، هل تقول الصدق؟ نعم. لماذا؟ لأن الصدق يهدي إلى البر، والبر يهدي إلى الجنة. يا سلام عليك يا رائع. إذن متى شعرنا بالمشكلة؟ يوم خالد كسر الزجاج. ما سبب المشكلة؟ بأي شيء انكسر الزجاج؟ كسرت زجاج النافذة بماذا؟ يهربوا. أيوة، يعني خالد كسر الزجاج بأي شيء؟ يهربوا الأولاد. يا مراد، الزجاج انكسر بحجر أم بالكرة؟ بالكرة. من الذي كسره؟ الأولاد أم خالد؟ الأولاد. لا، ها، من الذي كسر الزجاج؟ خالد. طيب يا عمار، هل قال خالد الصدق أم الكذب؟ الصدق. لماذا؟ لأن أبي علم الصدق. من قدوة خالد في الصدق؟ الرسول صلى الله عليه وسلم. لماذا هرب الأولاد؟ خافوا. كيف خرج صاحب المنزل؟ غاضبا متوعدا. ما معنى كلمة متوعدا؟ مهددا. يبقى إذن عرفنا المشكلة وحلها وتطبيق الحل على المشكلات التي مثلها. لو كسرت أنا الزجاج أقول الصدق أم الكذب؟ الصدق. شكرا.